طب محمد، بدي ارجع لك. انت كنت شايف انه كومان خيار مثالي، بس هل هو التوقيت المثالي توقيت لإله المثالي طبعا يدير طبعا مشروع؟ طبعا توقيت المثالي، لانه فيكتور فونت لو اتى في الانتخابات القادمه في 2021 الصيف القادم، سيجلي معه تشافي لمده ممكن 4 مواسم او 5 مواسم. هو بيتحدث عن مشروع هيكليته الرياضيه كلها مبنيه على تشافي هرنانديز. وبالتالي لما بيكون في عندك هيك بالمستقبل، وانت شايف انه اذا ما قبلت هاي الفرصه ورفضت للمرة الرابعة، راح خلص ما في فرصة لك. يعني من هون ل5 سنين 6 سنين الله بيعلم انت شو بيكون وضعك وسمعتك تدريبية، ممكن ما تكون مرشح، ممكن يكون في أسماء أخرى. بس طب لو اجى فونت بعد سنة وانا جايب الدوري والكأس وبده شيء، يعني بيطفشني. هلا هي شغلة التحدي، هو بده يثبت نفسه، هو واثق من حاله. يعني بلا مؤاخذة، يعني هو لو مش مقنع أو مش مقتنع إنه قادر إنه ينجح في هذه الفترة مع برشلونة، ما بيوقع العقد او ما بيجي وما بخاطر باسمه التدريبي، خصوصا انه على بعد عام من اليورو. وهو اسس لمنتخب هولندي قوي، يعني شفنا كيف انتشر المنتخب الهولندي بعد ما فشل بالتاهل لكاس العالم. المنتخب الهولندي شفنا بنهائي بطوله الامم الاوروبيه. طيب فالزلمه خاطر بمشروع مع المنتخب الهولندي. خليني بس اختلف مع ابو خالد بمسألة إنه كومان شو السبب إنه بده يجي هلأ، ذاك إنه في فيكتور فوند جاي وممكن هي الفرصة الأخيرة. اللي بيختلف حاليا عن ليش رفض في يناير وليش قبل في يونيو أو في أغسطس، إنه الثمانية غيرت كل شيء، وتأكيد الفشل إنه هذا بيعطي مجال له قوة أكبر له في غرفة الملابس. إنه الآن لو طالب بتغيير شامل للبقرات المقدسة ولكل اللاعبين الكبار في غرفة الملابس، الإدارة ستقف معه. وأنا أعتقد أنه الشخص اللي بيرفض بال2017 وبيرفض بال2020 وبيرفض يعني أكثر من عرض من برشلونة، بيجي إلا لما يفرض شروطه. أعتقد أنه رونالد كومان فرض شروطه على الإدارة هذه المرة، وافقت الإدارة أنه تجري تغييرات كبيرة في الهيكلية الرياضية، وبالتالي كومان أتى منتصرا على الإدارة وأتى فارضا لشروطه، وليس كما كان الحال بس في هذا محمد، عرض محمد يناير. هذا الكلام سمعته من برشلونيين كتير، بس هذا كله افتراضات. يعني بس كنا هو نتكلم، بس أنا ابو خالد لو سمحت، كنا نتكلم بالكواليس قبل شوي عن صحافة كاتالونيا واخبار تتكرر كل اول سنة. مثلا هل لازم ينزل تقرير من موندو ديبورتيفو انه سيرجيو روبرتو ابهر المدرب لانه بيلعب ب7 مراكز، وبوسكيتش عزم على انه يتدرب زيادة عن اللزوم؟ نفس التقارير بظلها تنعاد في برشلونة. فهذا كله كلام. يعني إدارة برشلونة أثبتت إنه ما عندهاش عهد مع حدا. جوارديولا طلع بعهد الإدارة السابقة تاعتهم. يعني لا هو بس كمان في جزئية، يعني عفوا محمد، لو فعليا آمنا انه بارتوميو حكى لكومان انا بظهرك، اي قرار بدك اياه انا بدي اساويه، زي ما كنا نتناقش قبل شوي، الان اصلا ظروف ما بتسمح لك، لا عندك انت القدرة انك تجلب لاعبين باسعار المفروض حاليا ما في ميزانية، لانه هو اصلا بارتوميو طلع حكى احنا اكثر نادي تضررنا من كورونا. صحيح. هاي واحد. اثنين، اللاعب اللي عندك اصلا انك تتخلص منهم هذا معضله، وما بتقدر تحطه على احتياط او تحطه في المدرجات وتدفع له راتب، بس هذا السؤال فانت ما الثاني، هل عندك بقدر الادوات. احط بالضبط؟ محمد خلينا معك، لان واضح انك الاكثر حماسا، وانا بصراحه تعمد يعني نكون كلنا مع بعض، لاني عارف وجهات النظر حتختلف، مع انه كله برشلونيين الموجودين مع داي. فالمهم محمد، يعني محمد خلينا نحكي، كومان حط سواريز احتياط، لنفرض ميسي مش حيزعل؟ هلا انا اعتقد انه نهايه ميسي راح تكون مع كومان. انا جايك بالكلام. كمل. رونالد كومان مدرب قوي شخصيا، يعني رونالد كومان مش شخص عادي، لعب 7 مواسم مع برشلونه، اسطوره. طبعا طبعا طبعا. بالتالي له هيبته بغرفه الملابس، كما لزيدان هيبته بريال مدريد، كما لاي اسم كبير لما يدخل غرفه ملابس النادي اللي كان فيه اسطوره وما كان مجرد لاعب في برشلونه. دعنا نتفق، تاريخه كبير جدا برشلونة، حتى رقميا لمدافع هو مدافع هداف بامتياز، مع انه بالرغم من انه لم يكن نافذ ضربات جزاء، لكن نجح في تسجيل 88 هدف خلال 490 مباراة. يعني الزلمة لاعب تقريبا 500 مباراة مع النادي. رونالد كومان باختصار هو الرجل المرحلة في برشلونة. ليش؟ لأن المرحلة الحالية ما بتستدعي إنه إحنا نطلع على تيكي تاكا وفلسفة يوهان كرويف وبدنا اللعب الجميل.
المسألة الأولى الآن هي مدرب بشخصية قوية، هذا المتطلب الأساسي اليوم في الأولويات. إذا بدنا نقول لاختيار المدرب في برشلونة، مدرب المرحلة الحالية بالدرجة الأولى يجب يكون شخصية قوية، وأعتقد أنه التجربة الثالثة لبرتوميو الثالثة ثابتة كانت معه في أنه رونالد كومان، وأعتقد أنه تأخر كثيرا لأنه رونالد كومان كان يعني إن صح التعبير إله الدور مع أيام إنريكي، شفنا أنه كان هو مرشح أول هو وإنريكي في 2015، تم يعني بده إنريكي عليه في 2017، بعرفش كيف تم تبدية فالفيردي عليه، لأنه فالفيردي السي في تبعه بسيط، وحتى رونالد كومان كان السي في تبعه بسيط، لكن فالفيردي كقيمة في النادي كان مجرد لاعب احتياطي، لاعب لموسمين ما لعبش فيهم جزء 20 مباراة، وبالتالي كان اسم رونالد كومان مطلب في تلك المرحلة. برشلونة أضاع على جماهيره الكثير الكثير، يعني خصوصا بآخر 3 مواسم، يعني الخروج مجاني من دوري أبطال أوروبا، بس مسألة وقت، يعني هم بضيعوا سنين هذا الجيل وسنين ميسي، الآن هذا الجيل يجب أن ينتهي. مسألة أنه رونالد كومان بيقول أنه ممكن لاعب أو لاعبين من الجيل الكبير يكمل، هذه المسألة عشان أو مسألة تسويقية، ما بيقدر يجي المدرب يقول أنا بدي أطلع كل اللاعبة وبالتالي أسعارهم بتصبح بالأرض، وكل الأندية بتعرف أنه برشلونة ناوي يبيع وما حد راح يدفع، يعني حتى سواريز إذا بيجيب 20 راح يصير يجيب مجاني فقط لا غير. طيب خليني ابو خالد انا خليك ترد بعدين، بس خلينا نروح عند المختار نغير شوي الموضوع وبنرجع. طبعا شفنا اكثر من مدرب جاء على برشلونه بطريقه لعب معينه وما طبق شيء منها، يعني الستين طبق 2% من افكاره، فالفيردي يعني كان مش عارف شو بده يعمل، يلعب زي ما بيتعود بلبا ولا يرجع لمين مش عارف، فمروا كثير مدربين ما عرفوا يعملوا شيء. بالنسبه لكومان شو متوقع منه من حيث كره القدم؟ لأنه جزء أساسي من العلاقة السيئة مع فالفيردي ما كانت النتائج صراحة، بغض النظر عن الريمونتادات يعني، لكن جزء أساسي كانت أن المباراة جت صعبة تحضرها لبرشلونة. دي فعلا دي حقيقة، وفعلا في النهاية يعني كل مدرب يعني في النهاية ملتزم بالكواليتي اللي عنده والمجموعة اللي عنده في الملعب، يعني واحد زي فالفيردي مثلا كان مع أتلتيك بلباو بيلعب بضغط عالي وبيلعب بسرعات وتحولات سريعة، لكن أنت إزاي هتلعب بهذا الشكل مع مهاجم عنده 32 سنة واللي هو ميسي برضو اللي هو فوق الـ30، فبالتالي كان الأمر صعب. كيكي سيتين أيضا راجل بيلعب كل لعبه بطريقة فتح الأطراف، بيلعب بثلاثة ورا، بيلعب بوينجات سريعة، فهو جه الفريق أصلا ما عندوش وينجات والأظهرة بتاعته كمان سيئة، بالتالي ما قدرش يطبق أفكاره. لو إحنا اتكلمنا عن كومان مدرب في العادي بيلعب بالطريقة اللي إحنا بنسميها في التكتيك 4-3-3 الدفاعية، اللي هي يعني إيه 4-3-3 الدفاعية؟ اللي هي بتتلعب دايما اللي هو بيبقى مسقط من خط الوسط اللي هو 2 لعيبه قدام الدفاع بتاعه مع لعيب الوسط الثالث اللي هو بيبقى هجومي اكتر بيسجل اهداف، بتبقى قريبه الى حد ما من 4-2-3-1. وهذا اللاعب الهجومي هيكون فاندي بيك كما يبدو. معلش اخر حاجه، هذا هيكون هذا الهجومي فاندي بيك بتاع اياكس حاجه زي كده، او اللي هو بيعملها في المنتخب مثلا فينالدوم على سبيل المثال، واللي هو بيكون موجود التن ارتكاز، وهو طريقه اللعب دي بتعتمد بشكل كبير على الضغط المتوسط اللي هو فريق ما بيقدرش يلعب بضغط عالي، بيبقى موجود في نص ملعبه باستمرار، بيملأ الفراغات بشكل كويس، وبيعتمد على 3 حاجات. اول حاجة اللي هو التحولات السريعة، وده بيعملها دايما مهاجم سريع وبوينجات عندها القدرة على الركض وعندها القدرة على المهارة. تاني حاجة بيبقى خط وسط قادر على الحيازة تحت الضغط، عشان كده هو بالنسبة له دايما فرينك دي يونج يعني قطعة اساسية في تشكيلة هولندا، سواء بيلعب بطريقة دفاعية او هجومية، لانه اولا بيفيده في البناء من الخلف، بيفيده في اللي هو الهروب من الضغط، بيفيده كويس جدا في الربط مع ديرون ومع فينالدوم او ديبيك اللي هو لعيبه الوسط اللي عنده اللي هي اللعيبه البدنيه. هل اذا ترجمنا افكار كومان اللي هي بتعتمد على طريقه 4-3-3 ولعب بطريقه براجماتيه ليست مثل جوارديولا على سبيل المثال او مثل كلوب في الضغط العالي، هل فريق برشلونه الحالي متاح لهذا الامر؟ اعتقد بان التركيبه الحاليه محتاجه تدعيمات ومحتاجه رحيل بعض الاسماء، وده هيرجعنا تالي اللي هو السؤال اللي انتوا كنتوا بتتناقشوا فيه من شويه، نوعيه او كواليتي اللعيبه في برشلونه اعتقد غير مناسبه لاي مدرب من المدربين الكبار. يعني عشان كده كنت بشوف دايما ارنستو فالفيردي وطريقته هي افضل طريقه ممكنه للاستفاده القصوى من اللي هو اسكواد برشلونه الحالي، اللي هو مدرب عنده شخصيه يعني حبوبه فريندلي جدا مع اللعيبه، ما بيخليهمش يجروا كتير،
وبيعتمد بشكل كبير على فرديات العظيمه اللي كانت عند ميسي وسواريز، وكان بتخدمه كمان ان لعيب زي ميسي وحتى سواريز في اول موسم ليه مع فالفيردي كان الفريق عنده كان لسه يعني الفريق فرديا كان عالي جدا، الفريق كان بيقدر يسجل اهداف كتير. بالتالي مع كبر سن هذه الاسماء مع انخفاض مستواهم اتوقع بان كومان عليه على الاقل اللي هو يعني طلب مركزين الى ثلاثه جداد، يعني اعتقد يعني الجميع متفق معايا وده اعتقد كومان يعني اعتقد نفسه ومتاكد من ده، فكره ان الفريق محتاج على الاقل ظهير جديد، محتاج مدافع جديد، محتاج اذا سواريز ميسي مش لازم يجيب مهاجم لكن على الاقل لاعب وسط ثالث هداف زي فان دي بيك على سبيل المثال، وده اعتقد هي الادوات اللي ممكن تسهل بعض الشيء من طريقه تكتيك كومان او الطريقه اللي هيلعب بيها مع اتفاقي مع الاخوه في حته اللي هو قوي الشخصيه اللي هو يقدر يفرض كلمته على غرفه الملابس وان هو شخص محبوب الى اقصى درجه بالنسبه للمشجعين القدامى وحتى الجداد بالنسبه لبرشلونه. تمام ابو خالد، تتوقع كان في خيار؟ احنا حكينا عن الظروف الصعبه والسيئه انه موجود صعبه، بس طبعا هاي صعبه معناها مش ستير يكمل يعني بعد الثمانيه كان مستحيل يعني حدا يقبل يحكي معه. مين كان في خيار؟ هل كان في خيار افضل من كومان برادرك؟ هو حسب الاخبار اللي طلعت كومان مش الخيار الاول. الخيار الاول اللي راهن عليه بارتومي وابيداد انه يوقع مع بوكيتينو، بس أوكي. الاداره مجلس الاداره رفض لانه ما رجعنا على موضوع تعليق هذا بارتوميو مدريدي يا اخي، انا صرت مقتنع صراحه ما صرت مقتنع هذا الاول اللي انطرح. بالتالي كان الخيار الثاني هو كومان، وكومان حتى يعني طبعا ما شاء الله مختار استاذنا بالموضوع التكتيك يعني اقرب الى فان جال، يعني اللي بتخيل انه راح يشوف كره غوارديولا او كرويف مع برشلونه مع كومان بده يعيد حساباته، لانه فعليا كومان هو نسخه يعني اقرب الى فان جال منها الى كرويف. وكم فريق في العالم بيلعب زي غوارديولا اصلا بالضبط ما في، بس هو حتى هو يعني القصد فعلا يا كابتن اللي هو مش هيبقى فيه استحواذ كبير، مش هيبقى فيه ضغط كبير، ده يعني راح ده مش هيبقى موجود 100%. راح تشوف فريق براغماتي، يعني كومان حتى في المؤتمر الصحفي حكى في النهايه المهم هو الفوز، يعني انت انا بحب استحوذ انا هولندي وبحب استحوذ على الكره واحنا بنحب انه ما نركض ورا الكره، بس في النهايه المهم هو الفوز، وبالتالي موضوع السعي وراء النتيجه دائما هو اللي هو المعيار الاساسي عند كومان. وكومان من الـ من الـ من اللعيبه اللي او من المدربين اصلا اللي كان في جدل في 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 هولندا انهم هم انسلخوا عن فكر كرويف، على الرغم من انه هو لاعب في الدريم تيم، لكن هو فعليا راح لمنطقه اصلا كرويف كان بكرهها وبعاديها، وبالتالي حتى المشاهد الكريم يكون واضح يعني تواضح الصوره عنده، مش المدرسه الهولنديه كلها نفس الشيء، يعني ما تتوقع تشوف برشلونه او حتى تشوف هولندا 98 مثلا يتذكروا فان جال 2014 بيعرفوا الفرق يعني 100% 100%. بالتالي فان جال 2001 يعني مش ماذا فبدك تعرف انه الموضوع في تحدي حتى كافكار، يعني حتى الافكار هاي كيف بده يوصلها كومان للاعبين برضه هون تحدي، يعني كومان عنده قبول عالي عند الجماهير، عنده قبول عالي عند هل شفت ابو خالد سؤالي كان ببساطه، هل كان مثلا واحد زي أليجري زلمة بعرف نزل لشنشتاينر مثلا، احنا دائما جمهور يوفنتوس بنتفاخر بهي اللحظه، نزل لشنشتاينر قلب الدنيا على توتنهام في ملعبهم، هل كان افضل بما انه الادوات مش ممتازه؟ ما هو شوف احكي لك شغله، بالنهايه الاداره ايش بتدور، يعني لو فعليا احنا بنحكي فنيا فالخيارات طبعا أليجري خيار فني ممتاز ورصين يعني وثقيل زي ما بحكوا، بس هل تتوقع انه اداره بارتوميو كان بيدور على خيار فني؟ بالتاكيد لا، هو بيدور على خيار يحميه، خيار يوصل للسوسيوس تاعون برشلونه مشان الانتخابات القادمه انه احنا اداركنا الموقف واستخدمنا خيار هو انسب لبيئه برشلونه، بما انهم هم رفضوا بوتشيتينو فحكى لك كومان اسطوره ويعني بيمشي مع كل الاطراف، بدك اياه مع كرويف هيو ماشي، بدك اياه كلاعب اسطوره هيو ماشي، بدك اياه كشخصيه هيو ماشي، وكان حل وسط حل وسط حل وسط اسطوره ومدرب ومطلوب اعلاميه يعني هو ماشي معاهم فكرت مضمون زي ما بحكوها. طيب انا بدي اسال سؤال واسمع رايكم الثلاث يعني بالترتيب، نبدا بمحمد، مين تتوقع اول ضحيه من الاسماء
المقدس اللي كانت في برشلونه بالنسبه لكومان، اللي هو بالنسبه له انا مش حدخل غرفه تغيير الملابس الا لما يكون طالع. كيف لما اجى جوارديولا بدوش رونالدينيو من اول يوم؟ مين في بوسكيتش. اسم زي هيك؟ بوسكيتش؟ بوسكيتش بعد بيانيتش يعني، بعد ما اجى بيانيتش وبعد هو بعد بيانيتش صحيح يعني، بعد بيانيتش وبعد دي يونغ. الزلمه حتى لما سالوه بالمؤتمر الصحفي عن دي يونغ ابتسم وقال انه ما كانش يلعب بالمركز اللي بيلعب معي فيه. يعني شو انت بينتقد الصحفي كان بينتقد مستوى دي يونغ، فقال له لو كان دي يونغ يلعب بمركزه لاختلف الوضع، لكن هو يلعب بمركز لم يكن يلعب مع يعني معي فيه. بالمناسبه بوسكيتس يعني خلص نستنى احنا كبرشلونيين ياخذوا نيستا عنده على اليابان. اوف أو والله مختار. أو ممكن او ممكن او ممكن جوارديولا يحن له، لانه هذا اللاعب بحبه كثير جوارديولا، لكن اعتقد انه ما في حدا بيقدر يتحمل راتبه كثير عالي. مختار تتوقع نفس الشيء؟ اتوقع ان يعني بوسكيتس مش هيلعب اساسي اعتقد، لكن ممكن يفضل احتياطي لمده موسم ولا حاجه زي تشافي هرنانديز في 2015 مع لويس انريكي. لكن هو فعلا في التشكيله الاساسيه اتصور بان فرينج ديونج هيلعب كارتكاز دفاعي قريب من الدفاع، بالتالي اعتقد يعني بوسكيتس مش هيبقى موجود في التشكيله الاساسيه. طيب بيانيتش وين حيكون في هالقصه؟ يعني بتسال يعني توقع؟ اشتريته لاعب، شو بدكم تروحوا فيه؟ تصدق احنا نسينا بيانيتش اعتقد يعني، ماني عارف ما هذا بشوف الاخبار ناسينه كانه ما جبتوش لاعب. انت ادرى بقى، انت ادرى نحط بيانيتش فين يعني؟ ممكن تقول لنا انت حط بيانيتش يعني؟ لا يعني انا بشوف الاخبار في الصحف الكتالونيه بتكلم عن خط الوسط كانه ما فيش فيه بيانيتش. لا هو بص اتوقع اللي هو بيانيتش هيبقى موجود يعني، اعتقد يعني قريب يعني اللي هو همزه الوصل بين فرينك ديونج وبين لاعب الوسط الثالث اعتقد مركز ثاني يعني. نعم ممكن ارتكاز ثاني زي ما حكى مختار، هو بيلعب بارتكازين يعني. لكن يلعب كاريجيستا مستحيل يعني، كفايه الكوارث اللي كان بيعملها في اخر فتره مع اليوفي. ما اعتقدش اللي هو هيلعب في المركز ده، ما اعتقدش. ابو خالد متفق انه بوسكيتش ضحيه الكبرى؟ بوسكيتش ما راح يكون اساسي، انا بتفق مع مختار، بس اتوقع اول واحد راح يطلع هو بيكي. اوف اتوقع على اليوفي هذا شكله ما بحب اليوفي هذا اللي عمره 33 بحب اللي عمره 33 يروح يعني مثلا على نادي ما بعرف صراحه. بس بيكي يعني هو طلع بعد المباراه كان اول لاعب بعرض نفسي اني اخرج اذا انه في اني انا مساوي عقبه او في طب مين بيلعب مكانه؟ ما انتم عندكم نقص بقلوب الدفاع. ما مندبرها منجيب سيرجيو روبرتو المركز الوحيد ما لعبش. طيب هو لو بيفهم مش عايز اقطع كلامكم، لو يعني كومان عنده بعد نظر او شايف الوضع من بره ممكن كمان يضحي بواحد زي سواريز، لان سواريز اعتقد هو اكتر لاعب من كل الكبار هيعمل مشاكل كبيره جدا لو قعد احتياطي. لعيب زي بيكيه قعد ايام لويس انريكي احتياطي وما اتكلمش، لعيب زي بوسكيتس هيقعد احتياطي ايضا سنه ولا حاجه ومش هيعمل مشاكل. سواريز الوحيد لو قعد دكه اتصور بيحصل مشاكل كبير، زائد اللي هو عنده دعم خفي من ميسي في المنطقه دي. الوحيد اللي عنده عرض على فكره، الوحيد اللي عنده عرض يعني ممكن في عرض من اياكس. اتمنى طيب محمد خليني ارجع لك، بما انهم فتحوا موضوع سواريز، واضح انه لو تارو بالازمه الماليه صعب، خاصه بعد تحسن مستوى اخر فتره صعب. جريزمان بده يصير المهاجم محمد برايك؟ صعب جدا انه جريزمان يكون مهاجم برشلونه، لانه لاعب يعني مش مندمج ابدا مع ميسي. يعني جريزمان ممكن يلعب، ممكن يوظفه في العمق خلف المهاجم على اليمين على الشمال، لكن اعتقدش انه يكون راس حربه بخطه كومان، اللي هو كومان اصلا بيعتمد على مهاجم بمعنى الكلمه. فاعتقد انه الاداره راح تروح على خيار لو طارو. اعتقد انه حتى لو طارو مش راح يجي هذا الصيف، تتجه الإدارة على اسم بديل، يعني راح تخفض طموحها. لكن خلينا أعقب على كلام أبو خالد، إحنا نعرف إنه رونالد كومان ما بيلعب تيكي تاكا، وأنا قلت يعني هذه المرحلة مش مهم فيها الرومانسية بتاعت البرشلونيين إنه نلعب تيكي تاكا وكرة جميلة ونمتع الجماهير وكذا. الزلمة بيلعب كرة قدم مباشرة سهل. فأعتقد أنه بوسكيتس راح يكون الضحية، لأنه بوسكيتس ما بيلعب كرة قدم مباشرة. بوسكيتس لاعب الرتم ولاعب التمريرات الخلفية وكذا، لا يناسب أبدا رونالد كومان. ورونالد كومان بالمناسبة تصريحه للفيديو اللي انتشر على السوشيال ميديا بيخص بوسكيتس بهذا الكلام، وحتى بيخص سواريز.
بيقول انه الميدل تبع الفريق، العمق تبع الفريق كلياته كبير، بيكي كبير، بوسكيتس قدامه كبير، قدامهم سواريز بالعمق كبير، ميسي كمان كبير، ففيدال راكيتيتش كبير. فهو صحيح ما تطلع، هو بيقول ما تطلع على الأظهرة، ما تطلع على الأجنحة، ممكن يكون في شباب، لكن طول ما هو صلب الفريق وعمق الفريق كبير وثقيل في الحركة، طول ما هو الفريق فيه عنده مشكلة. أتوقع أنه بيكي بيستمر مع برشلونة لأنه هو أنقذ حاله بالتصريح حاد، يعني هو بيعرض حاله للرحيل، لكن يعني بشيء من أنه أنا يعني أدرك أني أنا ما قدمت مستوى منيح وكذا وقادر على التحسن، لكن اللعيب اللي رافض الرحيل هي اللي راح ترحل الأول. يعني بيكي بيتماشى، ممكن يتماشى مع رونالد كومان ويقبل أنه يكون له أدوار ثانوية أو يتخف أدواره شوي، لأنه هو بيعترف بخطأه أو بهبوط مستوى، لكن بوسكيتس وسواريز ما بيعترفوا بهبوط مستواهم، مصرين على البقاء، وتضيف لهم إذا بدنا نقول أنه من البقرات المقدسة راكيتيتش وفيدال. بس طيب. على فكرة يعني إحنا بس في رسالة من لويس أنريكي، لويس أنريكي استدعى بوسكيتس، استدعى للمنتخب، يعني هو ما استدعى ألبا مثلا، استدعى بوسكيتس واستدعى أنسو فاتي من برشلونة. بس إنريكي من أيام برشلونة ما عنده مشكلة مع ألبا 100%، هي أجت على الطبطاب، يعني هو لعب ثلاث مدافعين مشان يخلص منه، هو لا يستحق الصراحة، لا يستحق التواجد يعني صراحة، بعيدا عن أي شيء. لعيب يعني خد فرص كتير، ويعني جريمة إن لعيب زي جوردي ألبا مثلا موقعين معاه ومجددين معاه لحد سنة 2024، ودي مصيبة تانية من كوارث الإدارة، اللي هي فكرة إنك بتجدد اللعيبة اللي هو بيوصل عندك، اللعيب يبقى عنده 35 سنة ولسه موجود في برشلونة، وده أعتقد مفيش حد بيعمل الكلام ده إلا برشلونة، ويعني أندية قليلة جدا يعني. كابتن مختار بيجددوا له وبيرفعوا له الراتب كمان، يعني مش بس بيجددوا له، دي الأزمة. طب أبو مختار مقتنع إنه جريزمان حيظل ملوش مركز زي هيك، يعني مش حيتحول لمهاجم ولا جناح ويدوروا له على مكان؟ بص يا كابتن، اولا جريزمان لعيب كويس جدا، ده اعتقد الكل متفق عليه، مفيش اختلاف في كده، وراجل هو برضو في الاخر هو كان في اتلتيكو مدريد بيلعب تحت المهاجم، لكنه ايضا كان بيلعب مثلا على سبيل المثال مع ريال سوسيداد وتالق جدا في مركز الجناح الصريح وحتى المهاجم في بعض الاحيان. بالتالي المهم انت توفر ايه الطريقه اللي تلعب بيها، يعني برشلونه على سبيل المثال فريق ما عندوش ظهير ايمن هجومي بيقدر يبني اللعب، لعيب زي سيميدو خد بدل الفرصه 2 و3، لكنه لعيب ضعيف تكتيكيا، لعيب ضعيف هجوميا، بالتالي ممكن جدا لعيب زي جريزمان يلعب انسايد على اليمين اللي هو جناح صريح، لكن نفس الوقت مفروض توفر له الظهير الايمن الهجومي. على سبيل المثال هو في 2015 قوه ميسي، هو ميسي كان بيلعب جناح مع انريكي، لكن هو فعلا كان جناح، ما كان بيلعب طول الماتش جوه الملعب. ليه؟ لان كان عندك داني الفيش اللي هو اللعيب الظهير اللي انت ممكن تسميه جناح ايمن على الخط، وده ما يفتقده برشلونه، اللي هو الفريق فعلا يعني غير، يعني تحس اللي هو بشلل على الاظهره سواء يمين او يسار، خاصه الناحيه اليمنى، جربت سيرجيو روبرتو، جربت سيميدو، في نفس الوقت ما عندكش اللعيب اللي هو يقدر يعوض داني الفيش. انا اتصور ان افضل مركز لجريزمان بعيدا اللي هو المركز الطبيعي اللي هو 9.5 او خلف المهاجم، وممكن جدا ينجح كلاعب انصير على اليمين في مركز محمد صلاح مع الليفر، لكن يجب ان توفر باك رايت هجومي زي كانسيلو مثلا على سبيل المثال، زي ديست بتاع اياكس. اعتقد الصفقات دي هتبقى رخيصه، هتبقى مش مكلفه، وهتقدر كمان يعني تفرق معاك على الجانب التكتيكي بشكل كبير، ان انت هتقدر تفتح الملعب بالعرض، وده شيء برشلونه مفتقده بشكل كبير جدا. يعني كومان بيتكلم على كلام محمد انور ان الفريق عنده في العمق لعيبه كبار في السن، اوكي، لكن هو لو شاف يمين وشمال هيلاقي اللي هو ما عندوش ظهير ايمن هجومي، وفي نفس الوقت عنده ظهير ايسر، يعني قلبه اللي هو يعني خد بدل الفرصه 3 و4، وفي نفس الوقت عنده عيوب وديفوهات كتير. انا لو مكان كومان قبل ما اشوف مركز زي جريزمان او قبل ما اشوف ميسي هيكمل ولا لا، لازم اقدر ادعم الباك اليمين والباك الشمال باسماء جديده، لان دي هتساعدني كتير جدا، هتساعدني ان انا واحد زي جريزمان ممكن العب بيه كجناح يمين، ممكن حتى ميسي يتواجد كمهاجم وهمي وفتح الاطراف بوينج زي جريزمان، واحد زاني زي ديمبلي، في خيارات كتيره قدام الجهاز الفني، لكن خاصه اللي انت عندك لعيبه كبار، لعيبه لديها تاريخ كبير، لكن على الاقل وفر الميكانيزم او الاطار التكتيكي اللي هو يناسب
الفريق او يناسب اللي هو عدم توقع المجموعه، لان انت لما تكون بتتفرج على برشلونه لو انت قاعد من فوق هتلاقي الفريق يعني زي كده موجود كله في العمق، الفريق ضيق للغايه، مفيش وينجات، مفيش عرض، ودي اكبر مشكله بتواجه برشلونه. وان كنت شايف اللعيب زي جريزمان اذا وفرت الحاجات اللي بنقول عليها دي يقدر جدا ينجح كجناح يمين او حتى خلف المهاجم. تمام ابو خالد، اخذنا مختار لقصه ثانيه. لو لاحظت من الكلام يعني بنحكي جريزمان يمين يدخل بالعمق 4-3-3 جناحين يعني عاديين وراهم واحد، ميسي وين في هالطبخه هاي كلها؟ يعني احنا قاعدين يعني اذا نسينا بيانيتش انكم اشتريتوه قاعدين يعني ميسي في الافكار اللي قاعدين بنسمعها ولا مركز فعليا بيركب معاه بشكل تقليدي. طبعا نعرف ان كره القدم مش كثير مركزيه، بس هو ميسي راح يكون اخر مشاكلك يعني انت ليش؟ ميسي لانه هو ميسي قادر على انه يلعب في اي مكان. انا مشكلتي بجريزمان انه ميسي بيلعب بمكانه يعني لا مثلا. هو انت تمام، هو انت حطيت جريزمان يسار، انت لو حطيته يمين واعطيت لميسي مهاجم وهمي الامور خالصه يعني فعليا الامور ابسط من هيك. بس فعليا يعني هو بالنهايه معضله برشلونه مش شيء وجدت لاول مره في تاريخ كره القدم. تمام، الفكره انه انت عندك لاعبين بجوده معينه بخصائص معينه، تمام، في بينات تداخل لكنه لا يعني انه مستحيل يلعبوا مع بعض. انت كمدرب وظيفتك توفر الافكار، توفر سيستم اللعب اللي يدمج الجميع مع بعض. تمام بس خليني معك شوي عشان ما نلومش المدربين. انا الكل بيعرف ميسي انه ما اجى زيه على كره القدم، وهو نعمه كبيره صح. ديبالا ما لعب اساسي في الارجنتين، زلاتان بيقول ميسي زعل بعد ما تغير شوي بدوره عشاني، وغريزمان الزلم يتحول جناح يسار وبطريقه. يعني ما بتحس انه من تحت الطاوله في موقف لميسي واضح انه ما حدا يقول لي وين العب؟ شوف برايي ميسي يعني ميسي كلاعب هو يعني اكثر لاعب متعاون مع المدرب، لكن الفكره انك انت يعني موضوع زلاتان ما هي افكار مدرب، يعني هو يعني هو هاي فكره مدرب. اذا انه موجود، اذا انه زلاتان ما اعطى جوارديولا اللي بده اياه وميسي اعطاه اللي بده اياه، ليش بنحمل الموضوع لميسي؟ زلاتان بيقول ميسي اللي طلب يتغير مركزي، كنت اجيب جوال طبيعي لعند ما غيروني. هاي تصريحات ابراهيموفيتش عاد، بل انت في المقابل عندك فيا اجا، فيا حاله مشابهه لموضوع جريزمان. صحيح، تمام، فيا اجا ما لعب تسعة، ما انه مهاجم صريح، لعب جناح يسار كان يدخل للعمق وامرات كان يقلب على اليمين، لكن فيا ادى لانه في سيستم واضح، في شيء واضح مطلوب منه، وفي فكره واضحه يعني فريق كامل. نفس الشيء حتى مع تيري هنري مع جوارديولا، الفكره واضحه، في تعليمات واضحه من المدرب، في سيستم لعب بدعم الشيء اللي انت بدك اياه، فالمطلوب منك محدد. لكن انت لما تحط جريزمان تحكي له تلعبش خلف المهاجم وشوف شو بيطلع معك، طب ما هو طبعا راح يكون تائه. يعني هل انه شفنا هل مشكله جريزمان فعليا في برشلونه هو وجود ميسي؟ صراحه لا، مشكله جريزمان انه فعليا فيش فكره. يعني انا شو المطلوب مني؟ متفائل بجريزمان مع كومان؟ سؤال. انا برايي جوده جريزمان بتخليك تتفائل فيه صراحه. محمد تتفائل انا بحب جريزمان، تتفائل بجريزمان عشان هيك بسال عشان اطمن. يعني أنا متفائل بكون مش متفائل بجريزمان كثير، يعني إنه يتغير. أعتقد إنه اللاعب ما اندمجش كثير، خصوصاً إنه لازم تلاقي ترابط بينك وبين ميسي، ما لا ترابط بينه وبين ميسي، يعني ما بشوفهم كثنائي متفاهم حتى لو ما في سواريز. فأتفائل بكومان، ممكن يلاقي له توظيف، ممكن يكون ميسي مهاجم وهمي وجريزمان على اليمين، ممكن يكون ميسي ورا مهاجمين، ما بعرف كيف راح يدبرها، لكن هذه مسألة المدرب، هذه يعني مسؤوليته هو. لأنه شفنا إحنا كيف إنه في كتير لاعب بتتضارب مراكزهم مع ميسي، لكن نجحوا. سواريز نفسه لما أجى على برشلونة كان الجميع يقول ميسي راح يضل بالعمق، ميسي كان يلعب بالعمق، وسواريز راح يروح محل أليكسيس سانشيز على اليمين، لكن سواريز أجا فرض نفسه في العمق، وميسي رجع على اليمين وقدم مستويات كبيرة جدا خصوصا بأول موسم. والMSN كلياتهم نجح إنريكي، وهذا يحسب له من الشغلات القليلة اللي تحسب لإنريكي، إنه نجح في توظيف الMSN مع بعض رغم إنه في تضارب كبير بمركزهم. وأتحدى حتى إنه فالفيردي ينجح بتوظيف الMSN مع بعض، لو جابوه لسواريز ممكن يحط سواريز جناح أيمن وميسي بالعمق، ونيمار جناح أيمن وسواريز جناح أيسر، يعني
فالفيردي من نوعية المدربين ما بيلاقي توظيف. نفس الشغلة بسان باولي، حط ديبالا مع إنه ديبالا بأي فريق بالعالم تحطه، مع ريال مدريد راح يكون أساسي، مع برشلونة راح يكون أساسي، مع البرازيل راح يكون أساسي، بأي فريق بالعالم راح يكون أساسي ديبالا، لكن سان باولي عجز إنه يكون يلاقي التوليفة اللي بتزبط بين ميسي وهذا، بحجة إنه اللاعبين نفس الصفات. هل إنه لاعبين بنفس الصفات، وهذا الإشي بينطبق على غريزمان بالمناسبة، وبنفس الصفات طبعا ميسي بمسألة إنه يساري وبحب المركز نفس المركز، طيب هل هذا بيعني إنه إحنا، طب ليش شروا؟ كان الأولى بال 120 مليون يورو إنه يتعزز فيها مراكز أخرى، وبالتالي هذا أمر واقع على المدرب، مش كومان اللي شراه، ولا أظن حتى فالفيردي ما طلبه، لكن هذا أمر واقع على المدرب، هو مسؤوليته إنه يلاقي توظيف لجريزمان.